يبدو ان المفاوضات بين الثوار ووجهاء مدينه بني وليد قد اتت اكلها واثمرت عن دخول قوه الثوار للمدينه دون قتال بعد ان كان الثوار امهلوا المدينه سبعه ايام لتعلن استسلامها تفاديا لسفك الدماء وذكرت الانباء ان الثوار سيدخلونها بعد الاتفاق مع اعيانها ولحين استكمال التحضيرات اللوجستيه والامنيه مدينة بني وليد والتي تسكنها قبيلة ورفلة تبعد عن العاصمة طرابلس ب 180 كيلومترا إلى الجنوب وشكلت ملاذا لعدة أيام للزعيم الليبي معمر القذافي وعدد من أولاده لا سيما سيف الإسلام بعد سقوط طرابلس بعيد الثوار كما تجرى مفاوضات مع وجوه وقادة القبائل بمدينتي سرت وسبها وهما من معاقل القذافي لتسليمهما طوعا أسوة ببني وليد